فوق يا حبيبتي، فوق يا ليلى، فوق يا اختي. ليلى ردي عليا يا بنتي، جرالها ايه يا اختي؟ تكون شكلت من الشوكولاته هي اخرى. ده اغمى عليها من الصدمه لما بابا طرد علي. حبيبتي يا بنتي كده يا قاسم. طب بالذمة انا غلطت يا فكريه؟ اللي حصل حصل بقى يا بابا. معلش يا ليلى، معلش يا اختي، بابا ما كانش يقصد. يعني ما كانش ليا حق اطرده يا ناس؟ ما انت عارف ان البنت قلبها رهيف وما بتستحملش. انا شادر. هات بسم الله الرحمن الرحيم. فوق يا ليلى، فوق يا اختي، فوق. هاي. هي نطقت الحمد لله. ما الله عليك يا ضنمك، حاسه بايه؟ هاي. اجيب دكتور. دي اتقهرت يا قاسم. ما انا كان لازم اطرده، اعصابي شاطر، ده كان هيجيب لي التسمم. يعني هو كان يقصد يحط البريسول على الشوكولاته، ما هو غصبان عنه. طيب ما تزعليش مني يا بنتي، حقك عليا، وادي نازك اهي. خلاص اخرج انت دلوقتي بقى يا بابا. حاضر. مش يا اختي. اهدي يا ضنايا اهدي. اعمل لك ليموناتة يا ليلى؟ طيب تقومي تغسلي وشك عشان تفوقي كده؟ طيب بلاش، تحبي نسيبك ترتاحي لوحدك؟ امال عايزه ايه بس؟ ايه؟ علي؟ طب انا راضي حكمك، مش كان عندي حق اطرده؟ والله يا عمي. خلاص بقى يا قاسم، ما دام البيت تروحها فيه وافق. انتوا فعلا هتسلوني ضهر. اسكت، وطي صوتك شويه. فهميني، اوافق ولا ما اوافقش على ايه؟ مش لما يطلب ايدها الاول. انا دمتش هو لسه؟ ايوه، ما رضيش ينطق، واضطريت اقول له على بلاطه انت عاوز البنت ولا لا؟ عارف قال لي ايه؟ قال لي ادي مايك. ايه؟ هو قال لك كده؟ اهو اسالي شاكر. لا ما يصحش ابدا، ملوش حق ابدا. انما اذولك دي يعني ايه؟ يعني زي ما تحب يا حماد. بالعربي معناها ان احنا بنترجاه يتجوز البنت وهو ما عندوش مانع. طيب يا اخواتي، يمكن متعود ان الناس تطلب منه الحاجات منه، يعني غني ومركزه كبير. هو عشان ما هو غني ومركزه كبير ومن عيلة مصر، يوم يلطش في الناس على مزاجه. معلش يا اخويا، كل شباب اليومين دول طالعين فيها كده ولا ايه يا شاكر؟ بصراحة مدام عاوزين رأيي في الموضوع ده، انا شايف شاكر مالكش دعوة انت. طيب اتكلمي انت يا فكري. هقول ايه؟ ما انتوا فلقتونا بحكاية الغنى والمركز والعيلة. يلا بينا يا شاكر. امري لله، خلوه يجي اما اشوف اخرتها. ايه ده؟ اعمل ايه؟ ما هو خد جاكيتتي. مش لازم جاكيت. معرفش امشي من غير جاكيت، ثم افرضي حد من التلامذة بتوعي قابلني في الشارع يشوفني بالقميص. حالي. اهلا. حالي. افندم. طب نتيجي تقعد الاول. انا كده كويس. أنا آسفة يا علي، آسفة خالص، بس أرجوك ما تزعلش من بابا. لا أبدا. هو عصب لكن قلبه أبيض قوي. صدقني يا علي، صدقني ما كانش يقصد يطردك. على أي حال انا متعود دايما على كده. متعود على كده ازاي؟ متعود اني اكون انا الكبير باستمرار، وما دام هو اسف وعرف غلطته خلاص. يعني سمحت يا علي؟ خلاص، على العموم ما حصلش حاجه. حب يهزقني، ردتها له فورا، قال لي تسمح توريني عرض كتافك؟ قمت مرهوله، كان ممكن ابقى واقع معاه
مورلوش عرض كتافي، انما صرفت بشياكه خلصين. ما تتصورش يا علي حصل لي ايه بعد ما مشيت. اغمى علي، كنت حموت. يلا ما تقوليش الكلام ده يا روحي، اوعي تقولي الكلام ده، ده علشانك ممكن استحمل رزالة وحماقة العالم كله. يبقى مش هستحمل رزالة ابوك يا حياتي. طيب خش جوه دلوقتي، هقابله لوحدي المرة دي. حاضر، بس خليك حنين علي. طيب طيب. ده جايب ايه فاضي المرة دي؟ ولد. طيب اتفضل. ازيك يا استاذ سمير؟ اهلا. مساء الخير يا عمي. مساء الخير. اتفضل يا استاذ علي. يا اهلا وسهلا. ما تاخذنيش عشان المره اللي فاتت اعصابي كده كانت. لا 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 لا، دونت وري، تيك ات ايزي، فيري فيري ايزي، كلنا بنغلط. اتفضل يا عمي. اتفضل يا ابني هنا في الصالون. اتفضل يا ابني. انا مش عارف سيتك الاول. اتفضل يا ابني. ما تجيش سيتك الاول والله. طيب الو. مساء الجمال يا فندم. نعم. لا والله. مين بيتكلم افندم؟ علي بي مظهر، مدير بشركه التامينات العصريه، ماجستير تجاره، عضو مجلس اداره. استاذ علي ثانيه واحده، مش معقول كده افندم. ده انا اللي سعيد بيك يا فندم، انا اللي اسعد والله. لا، ما التامين فيه مزايا المعاش واحسن، وبرضه الدخار. مين؟ مش عارف. مين اللي بيكلمك؟ مش معقول، بكلم الراجل. الله افندم. تشرفني في اي وقت، تيجي المكتب ندردش وتاخد فنجان قهوه وبعدين اكلم لك محسن بيه صديقي. ثانيه واحده. قلم، هات قلم. نعم قلم بسرعه. خليك معايا. اتفضل افندم. ثانيه واحده. ورقه ورقه بسرعه افندم. كم؟ لا خلاص حفظتها. ودي الورقه مش عايز. خلاص افندم. طبعا. لا ما يتوهش يا ستي، ما تفيش ازعاج، ودي الورقه. لا خلاص يا فندم، تحت امرك. كلمني باستمرار. لا ثانيه واحده. يما التليفون بتاعك كام؟ 28 117. واوردالي. موجود باستمرار. او سيب خبر مع الشغالين. طبعا تحت امرك بابا كذلك. لا طيب، مع السلامه. مع الف سلامه. سلامي للمدام والاولاد. لا حقيقي بشرفي معرفتي الا منك دلوقتي. يا ساتر يا رب، وازاي ده حصل؟ يا ساتر يا ساتر يا رب. كلهم تحدي متشويه وخالص. بس ارتاحوا. مش كده؟ ما انت لو كنت عملت وثيقة تأمين. لا 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 بلاش ياض، اجمد المال. يلا طلع منديله كمسة على غسل على وشك دي وانيك. يلا خلاص انتهينا. يلا اجمد المال، خليك راجل. مع السلامة. مع الف سلامة. شد حيلك. لا حول ولا قوة الا بالله. البقية في حياتك ده حد عشانك. النمرة غلط. اتفضل يا عمي. استاذ علي. ايوه. تسمع تدخل قدامي؟ اتفضل يا عمي. اتفضل. حاضر. مضطر استاذن مع بعض. طيب تفضل.
خير يا استاذ علي؟ خير من ناحيتي انا، كل خير ان شاء الله. ايوه طبعا احنا في المرتين اللي فاتوا اتعرفنا على بعض بما فيه الكفايه، ومتهيألي نتكلم بوضوح وبصراحه. مظبوط. قصدي اقول ان احنا ندخل في الموضوع مباشره من غير لغي كتير في كلام فارغ ملوش لازمه. يا ريت، ده كلام سليم. ايوه يا عمي. ايوه ايه؟ حضرتك قلت لي ان مرتبك كام في شقه؟ نعم. لا خلاص خلاص، انا قصدي اقول يعني لما حضرتك كلمتني المره اللي فاتت في موضوع ليلى، انا قلت لحضرتك بصدر رحب اني ارجو لايك. استاذ علي تسمح لي بسؤال؟ اوي اوي، ارجو لايك. ليه بتفترض ان حوافق 100% ان اجوزك بنتي؟ نعم. مش جايز ارفض؟ مش جايز اعترض؟ جايز فعلا، خاصة واحنا في زمن كل شيء فيه ممكن. انا شخصيا الحياة علمتني اني ما استغربش مطلقا. لكن اسمح لي، احنا لسه ما نعرفش عنك حاجة، يبقى وافق ازاي؟ ما حضرتك كان المفروض تسأل عني الاول يا عمي، مش جايز اكذب عليك ومع ذلك تحت امرك. اوي اوي، انا سني 29 سنة، مرتبي 83 جنيه اكسور. عظيم. لكن طبعا انا بعتمد على ارادي الخارجي. حضرتك عندك ايراد خارجي؟ املاك يعني؟ لا، انما بعمل مشاريع صفقات، ساعات بيدخل لي 200 جنيه في الشهر، اوقات 300، ساعات تجي لي فرصة كبيرة شوية هوب فوق، دي تبقى 1000 2000. وبخصوص العيلة، مش هنتعرف عليها ان شاء الله؟ نعم. ما تضحكش عليك يا سيم بي، انا من عيلة عادية جدا زي الاف العائلات اللي عندنا. لما مات بابايا وماتت مامتي، فضلت اني ما اعتمدش على ثروتهم، بعت العمرتين والخمسين فدان، خدت الفلوس شقيت طريق بنفسي. ده كلام مشجع يا ابني. بالنسبة لأخلاقي، أنا إنسان بسيط جدا، من الشغل للأوتيل، أحيانا نادي الجزيرة، أوقات أسهر في نادي السيارات، ألعب جولف. أصدقائي محدودين، جروب صغير، محمود ياسين، عمر الشريف، ولو إن عمر من ساعة ما بقى نجم الشهر أنا شخصيا قطعته، هو يبعث لي جوابات أنا ما ردش عليه. في كمان صالح سليم، في محسن بي، مش اكتر. ما شاء الله ما شاء الله. انما طبعا لازم حضرتك تسأل عني وتتأكد بنفسك. العفو يا ابني، سيماهم في وجوههم. لا بليز انكل، لازم حضرتك، انا مصر انك تسأل عني وتطمن بنفسك، ولما تتأكد نبقى نتكلم. لا والله يا ابني، لا والله، احنا هنتشرف بيك يا ابني، على بركة الله. طيب برضو استأذن انا. مش نقرأ الفتحة الاول؟ فتحة؟ اوي اوي، ازي بقى. فكرية يا فكرية، انا نازل يا فكرية حسن معاد المدرسة اقرب، عايزة حاجة؟ استنى، خد دي معاك. ايه دي؟ جاكيت بتاع مظهر، رجعها له حسن، يقول ان احنا لطشناها منه وهات جاكيتتك منه. طب ما نديها لليلى وهي ترجعها له. شاكر، اسمع كلامي اللي بقول لك عليه. حاضر، بس انا اروح له في الشيراتون ولا الهيلتون؟ تروح له الشغل بتاعه، هو مش بيقول انه بيشتغل في شركه التامين العصريه؟ حاضر، ولو اني مش فاهم ايه لازمه المشوار ده. مش مهم، انا فاهمه. لو سمحت والله، مكتب علي بيه فين؟ افندم، علي بيه مين؟ علي بيه مظهر. علي بيه مظهر؟ معرفش حد بالاسم ده. ازاي؟ ده مدير هنا. هنا؟ ايه جاي؟ اسال سيادتك. جوه. متشكر.
الخير. لو سمحت والله أوضة علي بيه فين؟ علي بيه؟ علي بيه مين؟ علي بيه مظهر المدير. مدير؟ مدير ايه؟ الحقيقة مش عارف بالظبط، لكن هو مدير هنا. احنا عندنا حد من اسمنا يا شوكت؟ لا، ازاي؟ ده حتى كمان عضو في مجلس الإدارة. هو أنت هتعرف أحسن مننا يا أستاذ، احنا هنا شؤون العاملين. غريبة. طب مفيش أي موظف تاني عندكم اسمه علي؟ ولا فراش حد. غريبة. ده قال لنا إنه في شركة التأمين العصرية. مش هي دي برضه؟ أيوه يا أستاذ، لكن ما عندناش حد بالاسم ده. ممكن بقى نشوف شغلنا؟ متشكر. سلام عليكم. وعليكم. يا أخ يا أخ، يكونش قصدك علي قرنفلة؟ قرنفلة؟ لا، مظهر. لا تمام، هو فعلا بيحط قرنفلة في علبة الجاكيت. الله، طب يا أخي ما تقول كده مصاب. يا مرحب يا مرحب، اتفضل ارتاح، اتفضل. أهو يا عبدو. متشكر. لا مؤاخذة، أصل مفيش حد بينادي عليه هنا غير علي قرنفلة. طب هو مكتبه فين؟ مكتبه؟ هو مالوش مكتب. أمال بيشتغل فين؟ في الشارع، بيلف. حضرتك عايز حاجة لما يجي نقول له؟ أنا كنت جاي عشان أرجع له الجاكيتة بتاعته. هو باع لك جاكيتته أنت كمان؟ لا، مش الفكرة. فهم؟ أكيد حضرتك صاحب مطعم. مطعم؟ لا، ليه؟ يكون اتغدى وما دفعش الحساب، أمرهن الجاكيتة، ما هو دايما بيعملها. لا، ده نسيها وخد جاكيتتي بدلها. خد جاكيتتك؟ يبقى عليك العوض يا أستاذ. الله، ليه بس يا جماعة؟ مش جايز يكون استلافها منه عشان يقابل بيها محسن بيه؟ أنا مش فاهم، ممكن أعرف الحكاية؟ أوي أوي، أجي لايك، تحت أمرك. أيوه، حاضر. أهلا يا ماما. مساء الخير. مساء النور. أنت بعتي لي يا بنتي؟ خبطيني يا أختي. تعالي شوفي خيبة بنتي. إيه يا أختي؟ خير يا أختي. عندكم أخبار؟ جبنا خبره كله. إيه؟ خليت شاكر يروح له الشغل بتاعه. زمايله ما صدقوا، راحوا قايلين له على حياته كلها. إيه؟ وطلع إيه؟ طلع منظر مش مظهر. أنا قلبي كان حاسس. والهبلة ليلى تقول لك ده خانق قوي قوي قوي، مركزه كبير قوي 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 يا ماما. يا أختي يا أختي، قولي اللي عرفتيه، غمتيني. استنى. تعالى يا شاكر. خليه هو يقولك على كل المعلومات اللي جابها. ايوه فكريه بتندهي. الله، هو انت اللي جيتي يا حماتي؟ ازاي صحتك يا اخويا؟ هو وقت سلامات دلوقتي؟ قولي عرفت ايه. اقرا لها يا شاكر المعلومات اللي انت جبتها. حاضر. الاسم بالكامل علي مظهر الجنايني. يا حستي، يكونش ابوه جنايني. يا ريت يا ماما، يا ريت، ده كان مبيض نحاس. عيني يا عيني على الناس. الحاله العائليه اعزب، لا توجد له اسره في الوقت الحالي، يتنقل باستمرار بين اللوكندات الرخيصه، ويقيم حاليا بحجره ببنسيون السعاده بشارع عماد الدين. سامع يا ماما؟ بنسيون السعاده وشارع عماد الدين. كمل يا شاكر. الحالة المادية مستديل لشوشته، ومتراكم عليه اجرة البنسيون 3 شهور. يا غلبياني يا غلبياني. ويقضي تنزل في الشيراتون في الهيلتون، مش مستقر في الحقيقة. مؤهلاته، حاصل على دبلوم التجارة المتوسطة بمجموع 41%، ماجستير تجارة، عضو مجلس الادارة. صفاته الشخصية، أمين وطيب القلب بصفة عامة، نشيط ولكنه مشارب، يقيم علاقات مع الغرباء بسرعة مدهشة، هويته رفع القضايا ويخسرها باستمرار. الوظيفة، يعمل مندوب تأمين بالقطعة، عمولته تبلغ 15 جنيه شهريا. آه،
يعني كان ناوي يتجوز البت وبعدين يدور يشحت معاه. كمل يا شاكر. ما خلاص بقى. قول. خلي كل حاجة على المستشر. ما تقول. سبق له العمل كمثري. ولكنه رفض لكثرة تحدثه مع السائق ولأنه كان يرفض أخذ الأجرة من الركاب. يعني كان ناوي يخرب بيت الحكومة كمان. زمايله في الشركة عاملينه مسختهم مسميينه الأستاذ علي قرنفلة. قرنفلة؟ تبقى القرنفلة دي سرها باتع وهي دي اللي جابت رجل أختي في الخية. نعم. مش تمسي وانت داخل؟ حصل يا معلمة توحيدة، بس يظهر حضرتك كنت نايمة ما ردتش عليك. تقلقني؟ لا لا تخافش، انا بنام وانا مفتح. حصل خير. مساء الجمال، مساء التماسي، مساء الانوار يا معلمة توحيدة. كسبت انا 1,000,000 جنيه. والله ألف مبروك. الله يبارك فيك. ويا ترى دي ورقة نصيب ولا ورث؟ لا، عشان شفت وشك النهاردة. عسل، حتة سكرة، بونبوناية يا معلمة توحيدة. اسمع بقى يا فندم. بهلوان على بهلوان ما يلعبش. مظبوط الكلام ده؟ مظبوط. وانت بقى كده بقالك اسبوع داخل تتسحب خارج تتسحب، تكونش مثلا كده يعني ناوي تكت فارق 13 الايجار اللي عليك. مدام توحيد عيب، مش انا الراجل اللي يكت، احنا ولاد بلد وجدعان قوي قوي قوي. مال يعني كده من ساعه ما جيت من شايفه منك لا ابيض ولا ايه الحكايه؟ البنك، حضرتك عارفه البنك، انا بقبض مهيتي بشيك على البنك، والنهارده اول الشهر والبنك زحمه. يرضيكي انا علي بي مظهر اقف في طابور؟ كذب كذب، كل اللي اسمعه كذب كذب، مستحيل مش ممكن. انت لسه سمعتي حاجه؟ يا ريت على ان مهيته 15 جنيه وبس. اتفضل اقري الباقي عشان تعرفيه على حقيقته. مش عايزه اعرف حاجه، كله كذب كذب. الناس مصلحتها ايه انها تفتري عليه؟ والله اللي اعرفه ان ال 15 جنيه اللي بتقولي عليهم دول ما يجوش حق قميص من قمصانه. يا اختي دي ليه بيشحتهم ولا بيلطشهم؟ حد عارف؟ طب والشوكولاته اللي جابها لكم واتكت عليها؟ ولا الهدوم اللي غرقنا بيها؟ او نسيتوا؟ انتي بتعايرينا يا بت؟ لا بفكركم، مش دي الحقيقة؟ لا مش هي دي الحقيقة. الحقيقة انه ما يملكش حاجة ابدا، وبيشتغل مندوب تأمين يدور على الناس يقول لهم امنوا لا تموتوا. لكن انت لو قالك انه ورا شركة التأمين عن ابوه هتصدقيه؟ ايوه صدقه هو، لكن في شاكر بتاعكم ده ما صدقش ولا حرف من اللي بيقوله. ماله شاكر؟ متجوز اخت بقاله 5 سنين مهنيها وبيعرق علشان يجيب القرش. انما في عالي كلب عقلك حلاوه، لما يجابوكي يتصرف معاكي. الساكن في الشيراتون قال زينة. زينة افتح الراديو قوام، في برنامج لابو لامع.
الشيراتون؟ ايوه الشيراتون. اي خدمه؟ حجر نمره 12 من عناية الاثنين. قوم يا ولد ده حجر نمره 12. حاضر يا معلم. مين؟ تليفون عشانك يا علي افندي. علي بيه يا حمار. تليفون عشانك يا علي بيه. افندم. تليفون عشانك يا علي بيه. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. ازي الصحة؟ الحمد لله. الاوتيل ماشي كويس؟ كله عادي. تليفون. يبقى اجي من البنك. الو، ايه يا بنك؟ اخرتوا الشيك ليه؟ ايه حكايتكم معايا بالظبط؟ مش شغلي. لولا يا لولا، انا مش قلت لك يا حبيبتي ما تتصليش بيا كتير في الاوتيل؟ ما بقاش موجود. علي الحمد لله اني لقيتك. انا عايز اقابلك حالا. حصل ايه؟ اصلي شاكر رحلك النهارده الشركه وقابل ناس زمايلك وبعدين. نعم، وبعدين ايه يا لولا؟ مش قادره اقولك دلوقتي يا علي. ربع ساعه اكون عندك، استناني في الكافيتيريا. لولا استني. نعم. لا